بسر إسماعيل تكشف فستان خطوبتها. شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع شيرو شهد اللي عم يجهزوا حاليا لحفلة خطوبتها. وشيرو صدم شهد وحكى لها بحبك. أترككم مع المقطع. أنا كتير مبسوط إنه راح أخطب شهودة وعقولت مفرح مع عم بحسن. أنا عم بشوفها بنومي دائما. احكي لهم اشياء حقيقية. دائما انا وياك مسخرة. احكي لهم اشي من القلب. اشي عن جدي. اوكي رح اقول شي نابع من قلبي. اوكي. خلاص شو حكيت. اوكي. بحكي لهم اشي حقيقي. احبها يا جماعة والله العظيم. كتير مبسوط. نمر إلى بسن إسماعيل اللي مبارح شفناها وهي عم تختار فستان خطوبتها وكمان فستان لحفلة خطوبة شيرو شهد. والجمهور صار عنده فضول يعرف شو لون الفستان. وبسن كانت عم ترد على تساؤلات الجمهور. أترككم على المقطع.